السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم يا أصدقاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حياة التقنية. إذن في فيديو اليوم وكما شاهدتم في العنوان سأشرح لكم كيف تمكنت من الربح مئات الدولارات من خلال استغلال تذبذب أسعار البيتكوين. فإذا كنت متابعا لسوق العملات الرقمية فالمفروض أنك تعرف بأن أسعار البيتكوين في تذبذب كبير في آخر شهر، يعني تصعد إلى غاية 45-46 ألف وتنزل إلى غاية 32-33 ألف. فسأشارك معكم الآن الطريقة التي استخدمتها الاستفادة من هذا الحدث أو هذه التذبذب في ربح مئات الدولارات. طبعا بسبب تذبذبات البيتكوين هناك نوعين من الناس. النوع الأول هو من قام باستخراج جميع أمواله الخاصة بالكريبتو أو قام بتحويلها إلى USDT وتوقف عن التداول حتى لا يخاطر. أما النصف الثاني فعمل مثلي واستفاد من هذه التذبذبات من أجل ربح العديد من الأموال. طبعا سأشرح لكم هذه الطريقة بالتفصيل وكذلك بالدليل وبكل شيء. إذن كما ترون هنا قمت بالدخول إلى منصة بايبيت التي أتداول عليها أنا شخصيا، هي منصة بايبيت وسبق وشرحت عنها بالتفصيل. كما ترون هنا فيديو في القناة موجود ما هي منصة بايبيت، كيف تقوم بإنشاء حساب وكيف تؤكد وكيف كل شيء، تبدأ بالتداول مباشرة، كيف تشحن حسابك. وكذلك عملت فيديو ثاني عن طريقة تداول الـ NFT على هذه المنصة، وكذلك كان فيها هدية رحلة مجانية إلى البحرين والسعودية يمكنك لأحد الآن المشاركة فيها قبل يوم 10 مارس. نعود إلى موضوعنا الرئيسي. إذن لو ترون هنا فسترون بأن أسعار البيتكوين في يوم من الأيام وصل إلى غاية 32 ألف، وكما ترون هنا فيه بعض التذبذبات. هذه التذبذبات قمت باستغلالها. قد يسألني البعض كيف؟ بكل بساطة لما ينزل سعر البيتكوين إلى غاية مثلا 37 ألف 36 ألف قم بالشراء، ثم انتظر إلى غاية ما يصعد سعر البيتكوين ليصل إلى غاية مثلا 43 ألف أقوم بالبيع وأواصل هذه العملية لأستفيد من التذبذب. هنا سأريكم الهيستوري أو التعاملات السابقة. لو ننزل إلى الأسفل فكما ترون من هنا عملية شراء، قمت بشراء البيتكوين لما كان سعره 38 ألف، ثم قمت بعملية البيع كما ترون هنا السيل لما كان سعره 44 ألف. لما تشوف سعره 38 ألف قمت بشراء، لما صار سعره 44 ألف قمت بالبيع، ثم انتظرت إلى غاية أن نزل سعره مجددا إلى 38 ألف قمت بالشراء، ثم لما وصل 42 قمت بعملية البيع مرة أخرى، ثم انتظرت مجددا إلى غاية أن نزل إلى 37 ألف فقمت بعملية الشراء، ولما وصل إلى 43 ألف قمت بعملية البيع مجددا. فبالتالي هذه هي الطريقة التي أستخدمها في استغلال تذبذبات سعر البيتكوين. في الوقت الحالي سعره هو 42 ألف، فلحد الآن أنا قمت ببيع كل ما لدي من بيتكوين. بالطبع سأنتظره إلى غاية ما إذا سندرس السوق هل سيسقط أكثر، هل سيواصل النزول. إذن قد تسألني ولكن هل سأواصل مراقبته، دائما أدخل الموقع أشاهد كيف هل سعره 38 37؟ طبعا لا، هناك خاصية شراء أوتوماتيكية وكذلك خاصية بيع أوتوماتيكية. كل ما عليك فعله مثلا لنفترض أنك تريد الشراء لما يصل سعره إلى 37 أو 38 ألف، تذهب تأكد من أنك الآن في خانة بوي الشراء، تقوم بالتغيير من ليميت إلى كونديشنال، تذهب إلى هذا الخيار، تذهب إلى الأوردر برايس، تغير من ليميت إلى الماركت، ثم هنا تضع تريجر برايس، بمعنى آخر ما هو المبلغ، ما هي قيمة البيتكوين الذي يجب أن يصل إليها حتى تقوم بعملية الشراء. مثلا أنا في هذه الحالة أقوم بعمل مثلا 37 ألف كما ترون، ثم أقوم باختيار كم الكمية الذي أريد شراءها، مثلا 200 USDT، مثلا أشتري 200 دولار. تمام، فهذه هي الطريقة بشكل عام. فما الذي يعنيه؟ يعني أنه سعر البيتكوين حاليا 42 ألف، فلما يقوم بالنزول واصل النزول ولما يصل سعره إلى 37 ألف سيتم الشراء أوتوماتيكيا، سيقوم بشراء ما مقابله 200 دولار مثلا. نفس الشيء بالنسبة للبيع، يمكنك الذهاب إلى خانة البيع، تقوم باختيار conditional، هنا تقوم باختيار trigger price مثلا 43 ألف، لما يصير السعر 43 ألف وهنا قم باختيار الكمية التي تريد بيعها. طبعا هذه هي الطريقة التي أستعملها في غالب الأحيان. إذن ما رأيكم أن نقوم بعملية بسيطة وبسيطة جدا؟ لنفترض أنك دخلت لتتداول بمبلغ 100 دولار فقط. تمام، دعونا نستخرج الحاسبة هنا فقط حتى نقوم بعملية حسابية صغيرة جدا. لنفترض أنك كنت مكاني وشاركت ب 100 دولار فقط. تمام، إذن ما الذي سنفعله؟ سنقوم بعمل أول عملية تداول قمت بها في هذه المرحلة، في مرحلة التذبذب.
فكل ما عليك فعله هو أنه إذا لنقول أنك اشتريت 100 دولار، 100 دولار نقوم بقسمتها على 38491 لنعرف كمية البيتكوين التي لدينا. إذا 100 دولار ستقوم بشراء هذه الكمية من البيتكوين لما كان سعره 38000. الآن هذه الكمية قمت ببيعها لما وصل سعر البيتكوين إلى 44000، فما الذي علي فعله؟ أقوم بعملية ضرب في 44071. إذا نضغط على أوكي. كما ترون هنا قمت بربح 14.5 دولار كما ترون. هذه هي معدل الربح في أول محاولة، يعني لو دخلت ب100 دولار، يعني كلما زاد المبلغ الذي قمت بالدخول به كلما كان مبلغ الربح أكبر. ثم ماذا فعلت؟ هذا المبلغ نفسه كله قمت بشرائه بيتكوين لما وصل سعره إلى 38000 مجددا، فنقوم بهذه العملية فصار لدي هذا المبلغ من البيتكوين. طبعا هذه المرة بيته لما وصل إلى 42000، فنقوم بضربه في 42024 بهذه الطريقة، نضغط على أوكي. كما ترون الآن السعر صار 125 دولار تقريبا، وبالتالي معدل الربح حاليا منذ البداية هو 25 دولار. يعني كل هذا حصل يعني ممكن في حوالي أسبوع أو أسبوعين، فالشيء جيد يعني كمئة دولار. يعني لو أنت تدخل بألف دولار فمعدل الربح حاليا سيكون أكبر، وهو حوالي 240 دولار، يعني تخيل ربح. إذا نواصل، لم تنتهي العملية هنا، وإنما لنقل مثلا كما ترون هنا قمت ببيعه، قمت بالشراء لما كان سعره 37500، فنقوم بعمل القسمة 37558، ثم نقوم بضرب المبلغ في 43816 وهو المبلغ الذي قمت ببيعه يعني في آخر مرة. نقوم بعملية الضرب 43816، فكما ترون هنا المبلغ دخلت ب100 دولار وخرجت ب145.6 دولار. هذا ليس المبلغ الذي حصلت عليه أنا، وإنما أقول لك كمثال لو أنت دخلت ب100 دولار فقط كنت تحصل 45 دولار كربح في فترة قصيرة جدا. إذا لو قمت بالدخول ب1000 دولار مثلا، فسيكون معدل ربحك هو 456 دولار. هذا يعني أنا تعامل بهذه الطريقة. أنت كان بإمكانك مثلا هنا أن تنتظر لينقص أقل من 47 لتقوم بعمل الشراء. كان يمكنك مثلا أن تبيع بعدما يصعد فوق 42 على سبيل المثال. إذا هذه الطريقة التي أستخدمها، لم يفت الأوان، ما زال سعر البيتكوين كما نلاحظ في تذبذب، خاصة مع الحرب اللي حاصلة الآن بين روسيا وأوكرانيا وتعرفون، فطبعا سيكون في تذبذبات، ولذلك حاولوا استغلال هذه الفترة في تحقيق يعني أكبر الفوائد، وبالتوفيق إن شاء الله. إذا الفيديو القادم سنتكلم فيه عن التداول بشكل عام. إذا كنت لا تملك أي فكرة عن التداول سنتكلم عنه بإذن الله. ما هو التداول؟ ما هي أنواعه؟ هل هو حرام أم حلال؟ طبعا لست أنا من سأفتي، وإنما سأقوم بجلب أقوال العلماء ومقال العلماء طبعا في هذه الخاصية في هذه المسألة، لأن كما تعرفون التداول ليس نوع واحد، وإنما فيه عدة أنواع تداول الفوركس وغيرها. فسأشرح لكم أنواعه وكيف تبدأون بالتداول، وأيضا ما هو أحكام التداول طبعا مع الدليل، وسأقوم بإحضار كل شيء بإذن الله. لذلك إذا كنت تريدون هذا الفيديو في أسرع وقت أخبروني في التعليقات، والسلام عليكم، ألقاكم في الفيديو الآخر إن شاء الله.